بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته يا احباب الحسين ويا زوار الحسين. كيف نستثمر زياره الاربعين؟ نحن نرفع شعار حسينيون حتى الظهور وهذا الشعار مهم جدا يتكرر باستمرار اننا ننادي بان نكون حسينيين حتى الظهور لكن كيف دائما في كل زياره للامام الحسين عليه السلام خصوصا في زياره عاشوراء وزياره الاربعين تلاحظون احبائي تنتعش الاخلاق والقيم ويسودنا الامان والاستقرار ونعيش اياما معدوده تضج وتعج بالاخلاق والسلوك الانساني والكل يحب الكل الكل يضحي من اجل الكل ويقدم خدماته بلا مقابل وتنتشر روح التعاون ومكارم الاخلاق تنتشر لكن هل هذا الامر يستمر الى ما بعد الزياره وكيف يمكن ان نستثمر كل هذا الامر لكي نصل بالفعل الى ان نحقق الهدف الكبير المرجو من شعار حسينيون حتى الظهور وهو الاستعداد الكامل لطلب الثار مع امام منصور من ال محمد صلى الله عليه واله وسلم اي اننا بالفعل نصبح حسينيين حتى الظهور فعندما يخرج الامام صاحب الزمان بالروايه التي نحن نعتقد بها او يلد بالروايه التي يعتقد بها الاخوه الاخرون فنكون نحن جاهزين ومستعدين لكي واقعا نصبح بالفعل من جند الامام المهدي المنتظر. حقيقه هذا الموضوع ليس شعارا فقط، يعني انا هنا لا اتحدث فقط عن موضوع هذا الشعار، نعم هو الشعار مهم جدا في موضوع التعبئه، الاستمرار في التعبئه وخلق مجتمع حقيقي حسيني يؤمن باهداف الامام الحسين، خصوصا ما يتعلق بالعمليه الاصلاحيه التي كان الامام الحسين عليه السلام يطلبها ويدعو اليها، وهي ليست فقط يعني ليس لا تعني فقط الاصلاح في زمان الحسين يعني لو تحقق هذا الاصلاح في زمان الحسين انتهت الثوره الحسينيه لا طبعا ستبقى تستمر ويبقى هدفها مستمرا لان الاصلاح الذي كان الامام الحسين ينشده هو الاصلاح في كل الازمنه ولعل الاصلاح في كل الازمنه الذي هو كان هدفه الاساسي بات غير مرئي كثيرا ونحن نزور الحسين نحن يجب ان نفكر بهذا الاصلاح الذي ينشده الامام الحسين لكل الازمنه لمعرفته عليه السلام ان اهل زمانه الذين قتلوه هم غير قابلين للاصلاح مع طبعا باستثناء الفئه القليله التي جاهدت مع الامام الحسين عليه السلام وقد اشار الامام الحسين عليه السلام الى هذا المعنى في خطبته عندما قال: ويلكم ما عليكم ان تنصتوا الي فتسمعوا قولي وانما ادعوكم الى سبيل الرشاد فمن اطاعني كان من المرشدين ومن عصاني كان من المهلكين وكلكم عاص لامري غير غير مستمع قولي فقد ملئت بطونكم من الحرام وطبع على قلوبكم ويلكم الا تنصتون؟ الا تسمعون؟ هذا هو هذا النداء الحسيني الذي يضج ونحن نقف بصوره مختصره امام نهضه الاصلاح للامام الحسين عليه السلام ونتحدث عن كيف نحول رسالة الامام الحسين عليه السلام الى رسالة الاصلاح لكل الازمنه وهذا يجب ان يعني يتحقق في واقعنا من يتحدث الامام الحسين يقول فقد ملئت بطونكم من الحرام النتيجه شنو؟ طبع على قلوبكم الحلال اخواني احبائي هذا هو من الدروس واحده من اهم الدروس التي يجب ان نستخلصها من زيارة الإمام الحسين، هسه أو بعضهم قد يقول زين أنت برنامجك سياسي استقصائي، شنو علاقته بزيارة الإمام الحسين؟ أقول لكم, وإي لكم وعلى وعلام نقاتلهم؟ وعلاما نقاتلهم عندما كان يقول الإمام عليه السلام وهو يدعو للصلاة في في الحرب، قالوا له هذا وقت وقت صلاة؟ قال وعلام نقاتلهم؟ انما نقاتلهم ليقيموا الدين ليقيموا الصلاه الاقامه بكل معانيها التي تنهى عن الفحشاء والمنكر والتي تنتج مجتمعا صالحا هذه برامجنا السياسيه وتحقيقاتنا الصحفيه هذه كلها تتحدث عن جمله واحده اقيموا الدين اقيموا الصلاه يعني هو هذا الاصلاح المنشود هو هذا المجتمع الذي يريده الله سبحانه وتعالى والذي جسده رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بقوله انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق على اي حال هنالك الكثير من الابعاد التي يجب ان نستفيد لها كمؤسسات وكافراد. وبالحقيقه هذا الموضوع يجب ان يعني الافراد ياتون ويجتمعون ويكونون مؤسسات تتحدث وتعمل بشكل عملي عن هذا الموضوع. تبحث محور الاصلاح تبحث محور الاصلاح العام ذاك الذي هو اشرت اليه قبل قليل، الاصلاح المعنوي تحديدا وتبحث ايضا محور الاصلاح الاقتصادي. الاصلاح الاقتصادي الذي له صله بموضوع عدم الاسراف وعدم التبذير وكيف نستفيد مما لدينا لخدمه الحسين ولخدمه زوار الحسين ولا يتحول هذا المال الذي قال الله عنه سبحانه وتعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا الى فتنه بقوله تعالى انما اموالكم واولادكم فتنه هذا ايضا درس من الدروس الخطيره التي يجب ان نستفيد منها في الممارسات الايجابيه فيما يتعلق بزياره الامام الحسين في الاربعين وفي غيرها، لكن في الاربعين لانها ظاهره اصبحت مثيره للجدل، تثير رعب اولئك الذين يخشون من نهضه الامام الحسين، وفي نفس الوقت تستدعي منا ان نستفيد من هذه الزياره كقوه فاعله ناعمه في كل ما يحيط بنا من صراعات سياسية وفكرية وعقائدية أن نتحول أيضا إلى الإصلاح الاجتماعي والإصلاح الاجتماعي هو في يعني الذي دائما يجسده الأئمة عليهم السلام بأحاديثهم قال الإمام الصادق عليه السلام صلوا عشائركم وأشهد واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه الورع وصدق الحديث صدق صدق في حديثه كان صادقاً وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس طبعاً قيل هذا جعفري هذا جعفري هذا شيعي هذا هذا يتبع جعفر بن محمد الصادق عليه السلام فيقول الإمام جعفر الصادق فيسرني ذلك ويدخل علي منه السرور إلى غيرها من الروايات في آداب التعاشر إحنا في زيارة الأربعين قد حققنا من هذه الأمور بعدين بالمناسبة موضوع الزيارة المشاية هاي يعني باعتبار هو التركيز على الزيارة أنها مشي والأحاديث كثيرة عندنا في موضوع الزيارة إلى الإمام الحسين آه عن طريق المشي لكن أنا لاحظت ملاحظة يعني حتى لاحظت بعض يعني هنالك إفراط وتفريط في قضية كيف يمكن أن نؤدي الخدمات لهؤلاء الزوار شفت أن هنالك مجاميع أنا لا أريد أن أتحدث عن أولئك الذين هم مندسون والذين هدفهم الأساسي تشويه الشعائر الدينية وهذا الآن قاعد يكثر ومرة أخرى أعيدكم إلى الوحدة 8200 لأن الوحدة 8200 التابعة لمخابرات الكيان الصهيوني العسكرية أمان ركزت في هذه الأيام تحديدا على استهداف الشعائر الدينية والطقوس الحسينية بشكل خاص وجاي تشوفون الكثير من أولئك المتصهينين العرب وبعضهم محسوب على مدرسة أهل البيت بدأوا يتحدثون بشكل يعني, يعني حقيقة بعيد عن حتى عن, عن الأخلاق هسه إن لم تكونوا مسلمين إن لم تكونوا أحرارا فكونوا عربا القيم العربية من السوهة. أو جايين يحطموها لا لا يستهدفون القيم الحسينية بطرق مبتذلة بس أتحدث ربما عن بعض أولئك يعني البسطاء أو المخدوعين أو الذين نيتهم حسنة لكن أفعالهم غير صحيحة والله شفت مجموعات والله نريد نضحك ونونس الزوار شنو نضحك ونونس الزوار هو هو الهدف الأساسي الهدف المهم في زيارة الحسين أن تستشعر الحزن هذه المأساة الكبيرة أمامك في صعيد كربلاء تستشعر الحزن وأنت تمشي هذه الخطوات الطويلة القصيرة جاي من الفاو جاي من البصرة جاي من زاخو وأنت تمشي كل هذا الطريق يجب عليك أن تستشعر الحزن مو بس الحزن الحزن السلبي لا الحزن الذي يعطيك الطاقة الحيوية الطاقة العظمى لكي تثور لكي تتعاطف مع الفلسطينيين في غزة لكي تتعاطف مع أنصار الله في اليمن لكي تتعاطف بالعمل مو بس بالشعار مع حزب الله في لبنان ومع المقاومة في كل مكان مع الجمهورية الإسلامية التي ترفع شعار هيهات من الذلة كما ترفعه أنت وأنت تذهب إلى زيارة الإمام الحسين عليه السلام شنو ضحك وشنو هو هذا يعني هذا هذا يحبط ويجهض الأهداف الرئيسية من هذه الزيارة هذا الطريق الطويل هو مدرسة تعلمك كيف تثبت وتصمد في هذا الطريق الطويل لنصبح حسينيين حتى الظهور كلام طويل لكن لا تنسونا من الدعاء والتركيز على أهداف الزيارة الحسينية وعلى أهداف الإمام الحسين واستشعروا الحزن يا أحبائي يا أحبائي يعني يعني ما يصير حقيقة أنا شفت شباب شباب حلوين والله أنا يعني أضحكهم وأونسهم ليش تونسهم؟ بكيهم ابقوا معنا إيران والكيان هل الحرب الشاملة حتمية؟ هذا السؤال أخذ يطرح باستمرار منذ أن قام الكيان اللقيط باغتيال الشهيد قائد حركة المقاومة الإسلامية وطبعا هذا السؤال أيضا له صلة بسؤال آخر دائما يتردد سابقا أين إيران؟ ولماذا لا ترد حتى منذ ان اندلعت عمليه طوفان الاقصى كان هذا السؤال يطرح باستمرار ونحن عالجناه في الكثير من حلقاتنا هنا في خارج الحدود اين ايران لماذا لا ترد هسه الان دائما يتكرر بعد كل اعتداء للكيان الصهيوني وهل الرد هذا الايراني قوي او لا وهل ستؤدي آه هذه الردود إذا كانت من إيران قوية إلى حرب شاملة نعم هذا سؤال أنا أجزم من خلال التحقيقات التي قمت بها أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يقفان خلف ترويجه وبالمناسبة يعني صحف وازنة كبيرة أوروبية غربية دائما تبحث عن هذا الموضوع ايران والكيان هم يقولون الكي اسم الكيان هل الحرب الشامله حتميه؟ مثلا هذه احدى الصحف المهمه هنا في بريطانيا طهران تتعهد بالانتقام لاغتيال قادة حماس وحزب الله لكن وقف اطلاق النار في غزه قد يوفر مخرجا، شنو يعني؟ ايضا يتحدثون انه محادثات هاي المحادثات اللي يطولون بها ويروجونها باستمرار صفقه سنصل الى صفقه او ما نصل محادثات الدوحه موضوع الأسرة اللي يسموهم رهائن وإيران تعطي فرصة لنجاح هذه المفاوضات قبل أن ترد هذا كله ترويج من الوحدة 8200 <applause> وترويج من الأجهزة التي تقف خلف هذه الوحدة وهذا الشغل طبعا مع كل الأسف في مقابله محور المقاومة إعلامه ليس بالمستوى المطلوب نحن نتحدث خارج الحدود عذروني المؤمن مرآة آل ذكرر هذا الحديث المؤمن مرآة أخيه المؤمن وعينه ودليله احنا نضطر أحيانا ننتقد علنا لأنه نريد أن يصل آه تصل الفائدة إلى الجميع الكل يجب أن يستفيد وننقد أنفسنا لا, لا نبرئ أنفسنا نحن أمام هذه الهجمة التي يشنها هذا الإعلام الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة والكيان اللقيط أه يجب ان نتحرك بشكل جيد وان دائما نشرح تفاصيل كثيره تكشف زيف هذا السؤال وتكشف في, في الوقت نفسه أه ان هنالك اجهزه تعمل على اجهاض المشروع الاكبر وهو تحرير فلسطين لانه ايران والكيان ايران الجمهوريه الاسلاميه منذ العام 1979 بعد انتصار الثورة الإسلامية وأُقيم النظام الجمهوري الإسلامي هي في حالة حرب مع هذا الكيان ومع الولايات المتحدة ولم تتوقف الحرب يوماً واحداً ولحظة واحدة أبداً. نعم هنالك جولات تخسر بها الجمهورية الإسلامية وحلفاؤها الخسارة بالمعنى المادي والا هو احدى الحسنيين النصر او الشهاده اغتيال قائد تفجير قنصليه اعتداء عليها واغتيال قاده هناك وهكذا قائد قائد في لبنان، قائد في العراق في الحشيد قائد في الجمهوريه الاسلاميه جولات نخسر بها، نحن نحترف بس هي ربح مع كل ذلك ربح يحسبون بأنه قتل الحسين يزيدهم لكنما قتل الحسين يزيد شوف هذا السنوات الطويلة من المنتصر الحسين أم يزيد نعم هذا أيضا يجب أن يستثمر كما ذكرت في المحور الأول منذ أن قامت حركة المقاومة بعملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي أصبح الحديث عن اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا حاضرا على الدوام. وتجي صحف مثل تيليغراف تتحدث أيضا عن مخاوف اندلاع هذه الحرب حتى يقولوا للإيرانيين لا تردون. ويقولون لانصارهم وللجمهور وللمقاومه ولا حتى الجمهور الساكت مع كل الاسف ان اي رد بالانتقام يعني حرب شامله والحرب الشامله يعني دماركم. معادله صعبه انا اقر بذلك. لكن الرد ات ات وبطرق مختلفه، هو شنو الرد؟ قلت قبل قليل الحرب مستمره لم تتوقف لحظه واحده. والرد مو يعني هو شنو مفهوم الغموض الايجابي؟ وشنو مفهوم الحرب خدعه؟ وشنو مفهوم ميزان القوى وميزان الردع ومعادلات وقواعد الاشتباك؟ ايران تقاتل لوحدها كدوله طبعا مع سوريا كدوله ومع انصارها وحلفائها. لكن جغرافيا أستنتج حلها جغرافيا مو هذول هاي الجزائر دولة الجزائر ذاك اليوم الرئيس الجزائر يقول يلا يقول للمصريين اعطونا ارضا افتحوا لنا حدودكم وسنرسل جيش جغرافيا ايران في مكان والكيان في وكان فلسطين في مكان هذا مو تبرير لكن هذا هو الواقع فكنت تشتغل بالمعادلات المنطقية التي تحقق لك الهدف الاكبر اسرائيل باياد ازبين بيرافاد يعني فلسطين من البحر الى النهر ما ترجمه حرفيا لان يفهم غلط وقد يبدو الان يعني في ظل الظروف الحاليه التي نعيشها ان الامر بدا يقترب كثيرا من الحرب الشامله وحذرت مصادر استخباراتيه من الكيان ومن الولايات المتحده والولا واوروبا ايضا هذا الأسبوع حذروا من أن إيران قد تشن هجوما واسعا على الكيان الصهيوني ردا على الاغتيالات الأخيرة التي طالت طبعا كبار قادة الحرس ويعني في لبنان وحزب الله وطبعا إسماعيل الشهيد إسماعيل ويقولون في إطار هذا التهويل اللي تحدث عنه السيد القائد الإمام علي خامنئي قال هذا كله تهويل إعلامي وهذه حرب نفسية تحدثوا عن أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد يشعل فتيل حرب في المنطقة وقالت صحيفة فاينانشال تايمز أن وقف إطلاق النار هذا اللي يتحدثون عنه في الدوحة هذا صار عشر أشهر أكثر وإعادة الرهائن التابعين للكيان هو المفتاح لنزع فتيل الموقف وقد وصلت المحادثات إلى طريق مسدود وهذا يتكرر جيب ليل وخذ عتابه هذا يتكرر باستمرار تخدير والكيان يواصل أعماله في الإبادة الجماعية الإبادة الجماعية أنتم شفتوا حتى يعني بعض الدبلوماسيين هنا في بريطانيا استقالوا استقال ذاك اليوم دبلوماسي رفيع المستوى البي بي سي حاولت تقلل من شأن هذه الاستقالة اللي وصفتها بالنادرة بي بي سي بي بي سي إنجليزي أقصد دبلوماسي مهم مسؤول عن ملف الارهاب وقال انا اعتقد ان حكومتي متواطئه في جرائم حرب مع هذا الكيان باصرارها على مده بالاسلحه في الولايات المتحده بالمناسبه هنالك ايضا استقالات لبعض الدبلوماسيين شوي يتحرك ضميرهم بشر وسائل الاعلام لا لا تغطي ذلك كما لا تغطي اكتشاف شبكة تجسس جديدة تابعة للجمهورية الإسلامية داخل الكيان. وهذا يعني أن هذه الحرب مستمرة، حرب اغتيالات، حرب تجسس وطبعاً حرب الردود التي لا تعلن عنها إيران في الكثير من الأحيان، كما بالمناسبة ترى حتى الكيان لا يتبنى اعماله بس وسائل اعلامه والمتصهينين العرب عملاء الوحده 8200 يجون يهولون ويكبرون من مثل هذه الاوضاع هذه العمليات الارهابيه التي يقوم بها هذا الكيان والمدانه المدانه حتى دوليا ولا يعيرون اهميه لما تفعله المقاومه والجمهوريه الاسلاميه تحديدا داخل فلسطين المحتله دون الحاجه الى أن تذكر تلك العمليات لأسباب كثيرة. على كلٍ إن. قد يكون هذا الحديث الآن عن حرب شاملة هو مقدمة لكي تعترف الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون بفشلهم وفشل الكيان الصهيوني في إنهاء هذا الشعب الفلسطيني البطل الصابر. مرة أخرى أريد أن أعيدكم إلى الخارطة التي رفعها وتحدث عنها النتنياهو في سبتمبر من العام الماضي قبل طوفان الأقصى وتحدث فيها عن التطبيع القادم مع المملكة العربية السعودية وكيف وصفت آنذاك أن هذه الخارطة هي خارطة إسرائيل الكبرى داخل الكيان وصفوها الآن بعد هذه يعني حدود اكثر من سنه او سنه تقريبا على ذهابه سنه اي اقل شويه من ذهابه الى س... الى ال... الى نيويورك الامم المتحده الآن بدأوا يتحدثون علنا عن مشروع التطبيع مع المملكه العربيه السعوديه بذريعه انه تعالوا حتى نوقف هذه الحروب او هذه الحرب الشامله ونمنع وقوعها فتعالوا نسوي سلام شامل شامل السلام الشامل بالاعتراف بهذه الدوله اللقيطه هسه هو بالظاهر يقولون على حدود 67 هذا هم يتحقق هذا هم يسووه يعني الكيان ما, ما يوافق عليه بس اقول الان هذا الحديث عن الحرب الشامله ربما يكون ايضا بدايه الاعتراف بالهزيمه لانهم لم يتمكنوا من انهاء هذا الشعب الفلسطيني ولن يتمكنوا ولديهم دروس كثيره يفهموها جيدا على مر التاريخ منذ اندلاع المقاومه في فلسطين قبل وبعد تاسيس الكيان الصهيوني في العام 48 هذا الشعب يتقدم والكيان في افول لا تحسب عدد القتلى والشهداء هذا ثمن يجب ان يدفع روح شوف بالداخل ماذا يتحقق داخل هذا الكيان الصهيوني من انهيارات داخليه والحديث حول هذا الموضوع يستمر بس السؤال ايران والكيان هل الحرب الشامله حتميه؟ هذا يحتاج منا دائما الى تمعن وان نعد العده، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوه نعد العده وما استطعتم من قوه وما استطعتم من قوه وما استطعتم من قوه وافهموها ابقوا معنا، اوكرانيا استهدفت كورسيك، لماذا الآن؟ يعني بعد هذه الحرب الطويله هي بالمناسبه روسيا الاتحاديه لم تعلن الحرب على اوكرانيا حتى هذه اللحظه هي تتحدث عن ما تسميه بالعمليه العسكريه الخاصه اذا روسيا اعلنت الحرب في اوكرانيا فعليك ان تنتظر تطورات خطيره واحدة منها على الأقل هذا التحالف الرسمي الذي يجب أن يعلن بشكل نووي بين روسيا وكوريا الشمالية. وكوريا الشمالية قالتها علنية أنها تدعم روسيا. لكن لكل مقام مقال. عموما أنت يعني يجب أن تنتبه إلى التطورات الأخيرة. إحنا قلنا هل الكيان إيران والكيان الحرب شاملة لأن ايران كانت قالت انها عازمه على الرد وحصل هنالك تطورات مخاوف من حرب شامله اقليميه في المنطقه. الروس سارعوا الى تطوير علاقاتهم مره اخرى او اعاده صياغه هذه العلاقه مره اخرى مع ايران بعد وفاه الرئيس ابراهيم رئيسي. وقالوا ذهبوا ذهب مستشار الامن القومي وزير الدفاع السابق الروسي زار طهران وتحدث عن تعاون أمني هنالك لجنة مهمة جدا رباعية يجري إحياؤها من جديد أمنية بين إيران روسيا العراق سوريا العراق شاء أم أبا هو في المعادلة يجب أن يكون في جغرافيا في المعادلة سياسيا في المعادلة ومن حق من, من مصلحته أن يكون ما اقول ضمن المحاور والاقطاب بس من مصلحته ان يتعاون مع هؤلاء مع روسيا وايران وسوريا مو مع الولايات المتحده الامريكيه التي هي اصل الارهاب وداعم الارهاب والمشاركه بشكل عملي في كل المجازر التي ترتكب في داخل فلسطين المحتله وفي خارجها ايضا. ف اجوا الامريكان بشكل خاص مع طبعا حلف الناتو وزودوا اوكرانيا بسلاح جديد لكي يقوموا بعمليه توغل واستهداف كورسك في هذا الوقت بالذات يعني انتم انتظرتوا هذه الاشهر الطويله معناه شنو هذا معناه؟ معناه ان الناتو والولايات المتحده الامريكيه سيقاتلون روسيا حتى اخر اوكراني هذول يستخدموهم وسائل انا مره سويت تحقيق بالاستناد الى تحقيق صحفي استمر استقصائي استمر اربع سنوات لمؤرخ امريكي عن اوكرانيا وربطت الموضوع بالعراق مظاهرات تشرين 2019 وكيف كان نفس الناتو ونفس الولايات المتحده الامريكيه الذين جاءوا بهذا النظام في أوكرانيا عام 1914 بما سمي بالثورة المخملية الملونة هم أنفسهم كانوا يريدون أن يجعلوا العراق ولا يزالون يطمحون في ذلك إلى أوكرانيا عراقية مقابل إيران لإضعاف إيران وتفتيتها في المستقبل كما هو الهدف من أوكرانيا النظام يعني وتفتيت روسيا الاتحاديه، فتتوا الاتحاد السوفيتي الان الهدف انه هذه روسيا الاتحاديه ايضا تفتت وان ينتهي هذا هذا القطب الاساسي الذي افشل نظام القطبيه الاحاديه الواحد الذي تريده الولايات المتحده وسيطرت عليه منذ غزو العراق وحتى منذ انهيار الاتحاد السوفيتي السابق هذا النظام الاحادي عموما فاذا استهداف كورسيك التي هي تعتبر مدينة مهمة جدا لروسيا وله دلالات أساسية لها صلة مباشرة بما يسمى بالحرب الشاملة التي يمكن يمكن أن تندلع بين الجمهورية الإسلامية والكيان الصهيوني اللقيط ومن يقف خلفه فكورسك هي إحدى مدن روسيا في الكيان الفيدرالي الروسي وتقع على ضفاف نهر سيم ورافده توسكار وهذه المدينة هي محور كبير لخطوط النقل البرية وهذا طبعا يعطيها موقع جغرافي واستراتيجي خطير جدا عدد سكانها 440 ألف نسمة تبتعد عن موسكو بحوالي 536 كيلومتر فقط إذن هي خاصرة مهمة من الخواصر الرخوة لو نجح فيها الاوكرانيون النظام الاوكراني ومن ومن يقف خلفه. عموما هي ايضا تعتبر من اهم المراكز الصناعية والتعليمية في روسيا وحصل فيها او حصلت فيها اكبر معركة دبابات في التاريخ خلال فترة الحرب العالمية الثانية عام 1943 حتى تعرف اهمية المدينة. المهم في السادس من اغسطس اب قام الجيش الاوكراني بتنفيذ عمليه كبيره وبدعم مباشر من الناتو، واستخدموا افضل القوات لاجتياح احد النقاط الحدوديه الروسيه ونجحوا بالفعل في تنفيذ خطه الهجوم وسيطروا على بعض المناطق الواسعه من اقليم كورسيك. وصفوا هذه العمليه بانها اكبر عمليه عسكريه اجنبيه داخل الاراضي الروسيه منذ الحرب العالميه الثانيه، انتبه، شو اقول لك اهميتها حتى تربط بينها وبين الظرف الحالي والموقف الذي تريد ايران او بالاحرى سجلته في هذا السؤال الذي يتردد لماذا لا ترد ايران؟ او متى ترد ايران؟ كوريا الشماليه كما تعلمون في يوم 18 اغسطس اعلنت ان توغل اوكرانيا في روسيا يعني كورسيك عمل ارهابي لا يغتفر حط تحتها خط وهذا في الواقع يكشف لك ان التطورات اللاحقه ستكون خطيره فيما لو ارتفع منسوب التصعيد بالشكل الحالي نفسه تم اعلان حاله الطوارئ بكورسيك والقوات الاوكرانيه الان في وضع لا يحسد عليه وانا لا اريد ان اتحدث الان عن التفاصيل العسكريه لكني اريد ان اقول ان اوكرانيا تريد تامل هي اوكرانيا ان يؤدي توغلها في روسيا الى تغيير مسار الحرب أو المعركة التي تسميها روسيا هم يسموها حرب دولية الأوكرانيين لصالحهم يعني بعدين تفرض حالة من أو تقوي موقفهم في المفاوضات ويقولون أيضا في بعض الصحف الغربية لاحظت أن التقدم الأوكراني في الأراضي الروسية يقوض صورة بوتين كرجل الأمن الروسي يعني هذا هو رجل مخابراتي ويعتبرونه يعني هو الرجل الذي ضبط الامن في روسيا واستطاع ان يحافظ على روسيا الاتحاديه توغل التوغل في داخل كورس كورسيك يعني ان صوره هذا الرجل الامني او صوره الامن الروسي تحديدا بدات تتزعزع الجارديان مثلا على سبيل المثال البريطانيه تقول لقد غيرت عمليه التوغل الاوكرانيه غير العاديه في كورسيك روايه الحرب لكنها استراتيجيه عاليه المخاطر، ليش؟ لانه كان التاثير الفوري للتوغل الاوكراني في منطقه كورسك الروسيه والذي بدا في السادس من اغسطس اب بمثابه تحول في الروح المعنويه لدى الجمهور الاوكراني، هذا غارديان تنقل وخاصه في السرد بين الشركاء اوكرانيا الدوليين ويقولون لقد تم استبدال الخساره البطيئه لان كانت اوكرانيا تخسر باستمرار يوميا. الى ان كان ينتظر منها ان تستسلم وهكذا كان يفعل الرئيس بوتين كان يريدها ان تجي وتستسلم. شو تقول كارديان تقول لقد تم استبدال هذه الخساره البطيئه التي كان يريدها بوتين ولكن الحتميه هم يعتبرون هذه الخساره صحيح بطيئه لكنها حتميه للاراضي في دومباس والتي رسمت صوره قاتمه للتراجع ب صور جبهة ديناميكية ورغم أن هذا السرد الجديد خادع يقول لا, لا لا تخدعون هذا التطور وهذا التقدم ترى هذا خادع هذا خطير هذا راح يخلي الروس وحلفائهم مثل كوريا الشمالية يكشرون عن أنيابهم يقول رغم ذلك فإنه مهم في تذكير شركاء أوكرانيا اللي هم الناتو الدوليين بأن النتائج في الحرب ليست حتمية بس الجارديان هم قاعد تدفع يعني يقولون صح كان خساره سابقا والخساره البطيئه حتميه لاوكرانيا بس ممكن مثل هذه العمليه اذا تطورت وتكرر مثلها لاحقا قد تغير في معادله الحرب، بس هل هذا هم قادرين عليه وهل روسيا ستبقى صامته؟ لا طبعا من الناحيه السياسيه كما تقول الجارديان مره اخرى ان الغرض من هذه العمليه هو بناء النفوذ قبل المفاوضات المحتملة. الآن بدأوا يتحدثون عن المفاوضات. روسيا قالت بعد عملية كورسك لا مفاوضات. لأن هذا اعتبروه عمل إرهابي، توغل داخل الأراضي الروسية. لكن الجارديان تبني على احتمال فوز دونالد ترامب إذا فاز دونالد ترامب بالرئاسة الأمريكية في نوفمبر تشرين المقبل. فمن المرجح ان يضطر او يضطر التهديد بسحب المساعدات العسكريه هو هدد بسحب المساعدات العسكريه التقنيه من اوكرانيا قد يضطر كييف الى التفاوض. تريد الحكومه الاوكرانيه التاكد من انها اذا اضطرت الى الدخول في مفاوضات يعني عمليه المفاوضات فانها تمتلك اشياء تريد روسيا مقايضتها بالتنازلات. وبالتالي يجب على الجيش الاوكراني الاستيلاء على جزء كبير من الاراضي الروسيه والاحتفاظ بها طوال مده المفاوضات المحتمله. كما تقول الجارديان. لكن ماذا نحن نستفيد من هذا الموضوع؟ بالتاكيد احبائي التغيير اي تغيير في معادله العلاقات الدوليه بين الاقطاب الرئيسه الدوليه هو يصب في نهايه المطاف لصالحنا لكن ايضا نحن يجب ان نعرف كيف نتعامل مع هذه التطورات. هذه التطورات مهمه جدا في موضوع بناء التحالفات والعلاقات الاقليميه والدوليه. التحالفات ليس بالضروره اقامه محاور واستقطاب ان تنضم الى هذا المحور او تنضم الى هذا المحور. لا لا مو هو هذا المطلوب. بس انت تجي الان وفق هذه الظروف الحاليه، هذا الانغماس الامريكي الكبير في الموضوع الاوكراني واحتمال ان يتطور هذا الانغماس اي احنا في العراق ليش ما نتحرك بشكل جيد لتحرير اموالنا على الاقل اموالنا من الفدرالي الامريكي، والان بعدين يعني حتى موضوع الانسحاب الامريكي، انسحاب القوات الامريكيه ليش بدأ الحديث ينغمس بطريقه يريدها الامريكي لا يريدها الشعب المقاوم في قضيه هنالك تلاحظون تركيز في الاداء الحكومي مع كل الاسف الحكومي العراقي على وصف التركيز على وصف القوات الامريكيه القتاليه باعتراف امريكا نفسها بانهم مستشارين الحديث دائما عن مستشارين ويجون يقولون والله التطورات الأخيرة غيرت من المعادلة والآن ما مطروح حتى هذا الحديث عن التحول تغيير العلاقة من قوات التحالف إلى علاقة ثنائية هذا هم أجلوه والذريعة العملية التي استهدفت قاعدة عين الأسد والتي لم تتبنها ما تبنتها ولا جماعة مقاومة عراقية شنو يعني هذا على كل هاي المفردات يراد بحث وتفصيل أنا مو هذا موضوعي موضوع شلون نستفيد من هذا التطور الموجود لكي نجعل من العراق وفي المنطقة بشكل عام محور المقاومة يعزز من قدراته على الصمود ويتلاعب بمفردات المعادلة الإقليمية والدولية الموجودة لفرض شروطه في الداخل شروط تحفظ استقلال العراق واستقلال المنطقة هو أيضا تجعلنا في موقف يؤدي وظيفته الدينية والشرعية والسياسية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم ونتذكر دائما ترى العراق في حالة حرب مع الكيان الصهيوني يعني هذا مو من يعني مو مو احنا من على الفلسطينيين عندما نقف إلى جانبه لا لا نحن ندافع عن أنفسنا لأننا في حالة حرب منذ 1948 التي خضناها ومنذ أيضا 1949 التي لم نوقع فيها على اتفاقية الهدة ومنذ 67 التي شارك العراق فيها ومنذ 73 التي شارك العراق فيها ومنذ 81 التي قام النظام الصهيوني بقصف مفاعلنا النووي في بغداد وبالتسعينات قام العراق بقصف الكيان الصهيوني بالصواريخ، بغض النظر عن الاهداف بس حاله حرب يعني يعني انت في حاله حرب مع هذا الكيان، انت لم توقع اتفاق سلام مع هذا الكيان، استثمر الظروف الحاليه وافرض شروطك. والسلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين. السلام عليكم. في امان الله